هذه أبرز العناوين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله يشعل صراعا كبير بين الأندية السعودية من أجل الظفر بخدماته هذا الصيف مفاجأة قوية عز الدين أناحي يقترب من الرحيل عن نادي مارسيا الفرنسي وهذه هي وجهته المقبلة الرجاء الرياضي يواجه نادي ريال الإسباني وديا يوم السابع غشت المقبل على أرضية الملعب البلدي دي لا لينيا الإسباني يعزز شرطه للإستغناء عن خدمات الدولي المغربي الصفنصيري في هذا الصيف دخل نادي شباب السعودي بقوة على خط التفاوض مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري أوضحت الصحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الشباب سعت خلال ماي الماضي إلى التعاقد مع الغابوني بير إميريكي أوباميونغ لكن مفاوضات توقفت بين الطرفين نشر الحساب الرياضة مساء أمس أن القادسية تلقى موافقة نهائية من الكابوني وناديه مارسيليا على عرض انضمامه إلى الفريق صاعدة حديثا إلى دوري رشد السعودي وشددت المصادر نفسها على أن عبد الرزق حمد الله لا يمانع الانتقال إلى نادي الشباب في ظل استمرار الخلاف المالي بينه وبين نادي التعاون عقب اتفاقهما الرسمي وسط محاولات من الأطراف عدة لحلها كما يرغب أن يصبح الهداف التاريخي لدوري روشن السعودي أشارت المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من دخول نادي قطري وآخر إماراتي في سباق مفاوضات عبد الرزاق حمد الله ومحاولة كسب موافقته واستقطابه في فترة صيفية إلا أن اللاعب يفرض او يفضل الاستماره في دوري روشن السعودي وفقا للمصادر الجدير بالذكر ان عبد الرزاق حمد الله كان قد انضم الى اتحاد جده السعودي عام 2022 لعب موسمين ونصف موسم قدم معه 84 مباراه سجل 67 هدفا قدم ثمان تمريرات حاسمه وحقق في صفوف بطوله دوري روشن وكاس السوبر إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي كشفت تقارير الإعلامية الفرنسية أن رحلة الدولية المغربي عز الدين أولاحي رفقة نادي ماسية فرنسي قربت على النهاية وذلك بعد قضاء موسم ونصف رفقة الفريق الفرنسي أكدت صحيفة تيكيبا الفرنسية أن اللاعب المغربي سيكون ضمن لائحة اللاعبين المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب أناحي فهنالك لاعبين آخرين سيرحلون على النادي الفرنسي، ولعل تألق عزتي أناحي رفقة المنتخب الوطني الأولمبي خلال مونديال قطر 2022، فتح له الباب لكي ينضم إلى صفوف نادي الجنوب الفرنسي خلال يناير من سنة 2023. قادما من أنجي الفرنسي، لكن مدة موسم ونصف رفقة مارسي الفرنسي لم تجعل المسؤولية الأخيرة يقتنعون بالأداء المقدم من طرف اللاعب المغربي، شارك عز الدين أوناحي هذا الموسم في 35 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن من تسجيل هدفين فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة، الجدير بالذكر أن اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لديه عروض قوية من دوري روشن السعودي. خصوصا من نادي الوحدة وشباب اللذان يرغبان في انتدابه هذا الصيف ويبديان بشدة رغبة ضمهما إلى صفوفهما لكن القرار النهائي يبقى بيد اللاعب وموكلها كشف نادي الرجاء الرياضي عن تفاصيل مباراته الودية التي ستجمع بنادي ريال بيتيس الإسباني في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي المقبل هذا وتم تحديد السابع من شهر غش المقبل انطلاقا من الساعة السابعة والنصف عصرا بتوقيت غنيتش موعدا للمباراة الودية بين الرجاء الرياضي وريال بيتيس ستجرى المباراة بين الطرفين على أرضية الملعب البلدي دي لالينيا والذي يتواجد في مدينة لينيا دي لاكسونيوس في مقاطعة قادش الإسبانية ويتسع لأزيد من عشرة آلاف متفرج سيلعب الرجاء الرياضي أربع مباريات ودية تأهبا للموسم الرياضي المقبل بمواجهة الترجي التونسي يوم الثالث غشت القادم على أن يلاقي ريال بيتيس الإسباني في السابع من شهر ذاتها وسيواصل الفريق الأخضر تحضيراته عندما يلعب مباراة ودية لتاء أمام العين الإماراتي في العاشر غشت القادم ويختتم تجهيزاته بخوض مباراة ودية رابعة داخل المغرب يوم الخامس عشر من نفس الشهر قدم المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني فيكتور أوراثا توضيحات تهم وضع النجم المغربي وتفنصيري ومستقبله في ظل الأنباء التي تجمع على اقتراب رحيله من الفريق الأندلسي تحدث وراتا في ندوة صحفية عن اللاعب الفريق وعلى رأسهم يوسف انصيري قائلا يعتبر يوسف انصيري لاعبا أساسيا بالنسبة لنا هنالك اهتمام كبير من أندية أوروبية من أجل الظفر بخدماته هذا الصيف تابع قائلا لكن حتى الآن لن نتلقى أي عرض يلبي توقعاتنا المالية في إشارة إلى أن العروض المقدمة للمغربي لا ترتقي للتطلعات إدارة نادي الأندلسية على مستوى المقابل المالي كانت التقارير الصحفية قد أجمعت على أن نادي إشبيليا فتح باب رحيل يوسف انصيري بين أنه يرفض رحيل بدون تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة خاصة وأن النجم المغربي كان متألقا رغم تراجع نتائج النادي في الموسم المنصرم علمت المصادر المطلعه ان اللاعب منتصر الاحتيمي فسخ عقده بالتراضي مع فريقه طرابزون سبورت تركي اكدت المصادر ذاتها ان الاحتيمي وطرابزون توصل لاتفاق يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي ليغادر اللاعب نحو تجربه جديده خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه اوضح ايضا ان من سبب اسباب فسخ العقد بين الجانبين ان الفريق التركي يرغب في إحداث تغييرات على مستوى التركيبة البشرية بالإضافة إلى تغيير قانون اللعب الأجنبي بالدوري المحلي بإعتماد الفريق على عشرة أجانب فقط بدلاً من عشر لاعباً